اهلا وسهلا برنس الديرتي لوك الحائز على جائزه ابو لهب في اللحيه. انا كارلا حداد. يخرب بيتك، وايه البنطلون القصير ده؟ انت جاي تنزح الترنش؟ وانا رح كون عم بقدم برنامج دينر ان ذا سكاي. ده انه غريبه قوي يا جماعه، تحس انه هربان من فيلم فجر الاسلام. ويحك يا ابن حلقسة. اني ويلكم درينك. ايه ده؟ هيدا ليمونيد. وين؟ سخنة قوي. سخنة؟ ايه يابا مالك؟ لاحظنا ان عندك كحة فسخنها لك. بدنا نركب المايكروفون لانه الانترفيو رح تصير جوا. يلا. انت تعملي اللي انت عايزاه يا عمر، لو عايزة تركبي لي تكييف انا جاهز. حبيبي حبيبي، تركبه ازاي ده؟ هنركبه ازاي؟ هنعلقه في ودنك زي الحلقة كده. انت بتشرب كده ليه يالا؟ انت واكل ملوحة؟ صباح الفل. صباح الفل؟ ده داخل الحرفيين. الشعر مدهون ايه ده يا جدعان؟ ده مليز شعره زيت أملة. ده بيكشف عليه يا جماعة. كحة كده حمادة؟ ايه الليمون الوحش ده؟ هو ده ليمونا، ما تبقاش تشتري من عندنا. مش طيب؟ يمكن الناس يجيبونه من مش طيب؟ لا شرير. نسوا يحطوه بالبراد. ليه هو شاي؟ فدلة. يا اخي بدي خبرك شوي عن دينر ان ذا سكاي. لا سيبك من دينر ان ذا سكاي، وعايزك تكلمين عن نفسك. فنحن بالبداية بدنا نعمل تيست على حاسة الشم عندك وحاسة الدقن. أربع أطباق. كل طبق من دولة. بص يا جماعه، حط ايده على الترابيزه ازاي؟ تحس انه جاي من البحث الجنائي يكشف الجريمه. مين اخر واحد داق المهلبيه؟ اول طبقين بدي اختبر.